دائماً ما يطرق الموت باب الأحياء، لكن ثمة أحياء يطرقون باب الموتى. جاءوا لينجوا بأرواحهم من الحرب التي لم تفرق بين طفل أو امرأة أو شيخ. نزحوا من مدينة الحديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يقيمون في مديرية كريتر. لم يجدوا ملجأً مناسباً كالمقابر. ولا حتى احنا بقينا بعدن، سمعنا ناس بيقولوا رايحين عدن، احنا قلنا بنروح معاهم عدن. خلاص اتينا لنا واختلينا احنا بيت وقسينا وضحنا المقيه اللي قطولهم دباب وذا ونسلم كرا البيت لنا. اطفال المقابر انجازت هذه التسميه، يقضون نهارهم هنا كل يوم، ليس اختيارا منهم ولكنهم مجبرون على البقاء هنا لانعدام الأماكن التي يمكن أن يقضوا أوقاتهم فيها. ومنذ مدة لم يقصدوا مدارسهم، فليس لهذه السنوات وهذا الجيل ربما سوى منهج واحد، هو منهج الحرب. فثمة دروس عن الموت والنزوح والتهجير تقدمها بالمجان، والمقابر تحكي قصة تقاسم الأرض بين الأموات والأحياء. نزقي نروح نزقي على نلاقي حرمه نروح نزقي له نزقي له نسكب بلا ما يبقى حشقة احنا. احنا احلامنا ان نلقى بلادي لما تكمل الحرب وبلاد رجع. مع تزايد معاناة النازحين من حرب لم تضع اوزارها، خلفت التشرد والفقر والحرمان، يضاعف من وجعهم صمت الجهات المعنية من الحكومة الشرعية إلى المنظمات الإغاثية المحلية والدولية وغياب تقديم المساعدات الإنسانية. يوم جينا قد هبوا لنا إلا مرة واحدة، هبوا لنا صحفة حق فيها راشن، صحف صوابين ودباب حق مي بس، وما حاجة دم هبوا لنا ولا راشن مواد، مرة واحدة مدري مرتين خلاص. هنا في مقبرة القطيع ينتظر النازحون كغيرهم من نازحي بقية المحافظات متى تنتهي الحرب وتعود الحياة ويعودون إلى مساكنهم. حنين جمال، بلقيس، عدن.